مبرك عنده محاولة وفرصة للهلال. بإذن الله تعالى لقاء الوحدة والرائد، التقدم، جول، ركلة جزاء في هذه المباراة بالنسبة لجوميز أو في هذا الآن حطة يلعب الكرة، النقلة هذه خطيرة للهلال والأمور الآن تلحق جول. الله عادت هوبا، بينية وفرصة عرضية، الله وخطيرة، فرصة من جانبي سالم، عرضية، الله لا زال مسيطر عليها، لا زال عمد من الأول، مرمي الثاني، العرضية جول. البريك يتقدم، تقدم البريك، لعب كرة عرضية، عرضية خطيرة، الله الفاتيكو أمام كارلوس إدواردو وحد، وركلة جزاء الآن بافتومبي لمد البريك، الله بافتومبي والعويس بافتومبي بالقرار يقول ركلة جزاء. هل يسجل جوميز الهدف رقم 13 ولا ماكسيم جول؟ ونحن نعيش على الدقيقة 37 الله الله الله. في نهاية هذه المواجهة تقدم الآن كانو جوميز أوه. الهلال اختار كرة من ضربة ركلية تلعب الآن ولا زالت الله ما زالت هلالية، ما زال الهلال يسيطر، ما زال يحتفظ بكرة جوميز، الله الشنهوب يلعب في العمق، محاولة جوميز جول. وكرة للبريك أمام المرمى وخطيرة، فرصة، الله دخل وحكم لا تشير إلى ماذا بافتومبي يتقدم ويسجل. بابري يلعب كرة بعرض الملعب إلى جوميز عدى وتسديدة، شاراني ممتاز عدى، ياسر يلعب عرضية وجوميز علي البلاهي نقل الكره، الله على التمريره، هنا الاستلام، هنا المرور، هنا التقدم، هنا التحسين، هنا جوميز مستحيل، لكنها ايضا تعلم بان المباراه صعبه وهامه للاستمرار بالصداره. راهو جوميز وكوفال وبافتومبي يسجل. جوفينكو عدى، جوفينكو عرب، جوميز راسيه، يا رب كاريو كانو استلام، البريك عرضيه، جوميز ينتظر، جوميز يصوب، والكره العرضيه وصلت الى جوميز، يا رب هذه خطيره، جوميز فر، الله يترقب جوميز جوفينكو والتصدي وكاريو وجوميز تمريره بحثا عن كره، محاوله جوميز الاول وجوميز وعز الدين والعسل قاعد في الشوط الثاني جوميز تمريرة يا كاريو على لمسة سالم على النهاية يا جوميز هدف آخر جوميز خلوها جوميز يبحث عن العرضية لعب العرضية تسديد الله عند القائد سالم وصل لعب الكرة لجوميز الله مباريات الكرة ملعوبة لمنطقة الجزاء إلى جوميز وجوميز في التسديد الليالي الحسم جوميز على أبها 2-0 هذه كرة للشهراني خطيرة للهلال خطيرة جول للوصول رابع يا عيني السعي الكرة مرت إلى ياسر يلعب كرة عرضية جوميز جول لبريك كاريو أكسيا الله ولبريك في اليمين كرة هدف ثاني الله يتقدم جوميز يتحرك الجوميز جول سهلة في الجولات القادمة لوسيانو فيتو كرة مقطوعة عادت لجوميز
أن لفيصل مسرحي كلام آخر. كوميز يلعب الكرة في المرمى، تعود لسالم أمام تغطية دوسري عرضية وكأنه الله يحول كرة للبريك، الكرة تتحول وتبعد مباشرة وترسل عالية. كاريو وعرضية كاريو، الجزاء الأولى أمام أمين بخاري. جوميز أمام أمين جوميز لانسي وأمام جوميز، هل يسجل هدف ثاني؟ جوميز جول ثاني، البخاري يتصدى. جوميز في ورا جميلة للأمام، عرضية جول رابع، نعم هدف رابع للزعيم، أصبح عنده قوة ضاربة على مستوى الهجوم، نعم هدف بتسديدة وبيتوب وجوميز. كاريو يحدي من الأول، كاريو تمريرة لجوميز، الله صالح الهلال من جديد، الهلال يحصل على كرة إلى جوميز، الله شير صافرة تأتي وكرة سالم، هالمرة مرور سالم عكسية جوميز، سالم يأتي هذه المرة على العمق يبحث عن تمريرة لدى جوميز، فيها أمام نادي النصر، حسن كادش الآن بالعرضية الثاني جول إنجوان، سجل 25 هدف من 31 مباراة، جوميز ويعاني أمام الهلال، هذا ما فعلت، يا سلام إدواردو جوميز رائعة جميلة تضاء في كل مرة جوميز، في كل مرة جوميز، جول ثالث الآن تأتي الآن لي ممتازة فيرون، جول دائما في الديربي عنده بصمة بابي، دائما في المباريات الكبيرة عنده بصمة بابي، برادلي في مرمى جوميز، حصار موجود، الحلول موجودة، الهلالية الآن وضرب الجزاء تركي يتقدم جوميز يسدد هدف، تجاد ورده امام المرمى، السلام الهلالي، لا زالت للشلهوب كره جميله خطيره، الله اولى اكثر لاعب سعودي، الله خطيره ضربه جزاء، يطلب الهدوء ويشير تونس يده بالتوفيق لكريتان جول، اللي هو هداف اسيا التاريخي في نسخة واحدة، والحديث عن لمحه الكره تصل الى جوميز في المرمى، جول بيلعب كره حلوه بالشمال، اللجوء لاصحاب المهارات، حسن قادش يعمل عرضيه، وادي جوميز جات لك يا راجل، سجل لا نحقق اللقب، كره بمحاوله ملعوبه تاتي خطيره بكرة تأتي الآن بمحاولة وصلت إلى جوميز على مشارف المنطقة، جوميز يسدد سالم الدوسري، العرضية والرأسية والتسديدة، الله فينكو يلعب الكرة العرضية، محاولة ملعوبة لبعاد، التسديدة، الله تعود مجددا لجوفينكو، اصرار الله على التمريرة على النقلة، هنا جوميز تسديدة، الله نادي الوحدة تعود في الجانب المقابل، خطيرة في منطقة الجزاء، أمامية تأتي، تمريرة وصلت إلى ياسر الشهراني، عرضية داخل منطقة الجزاء، مرور والانطلاقة عن طريق جوفينكو يلعب العرضية وجوميز في الجول، داري خلصوها كاريو يا هلال، عالمية الكرة بينية، كاريو الله 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 الله، جوفينكو يستحوذ على كرة، جوفينكو عدى لعب كرة عرضية وجوميز يسجل التعادل إلى كاريو أرسل كرة باتجاه جوميز، الله ينقل كرة إلى البريك، عرضية لجوميز كانوا إلى محمد البريك، يلا يا بريك، الكرة من محمد البريك إلى جوميز، الله دقيقة وأفضل كاريو جوميز با جهات اليمنى ترسل داخل المنطقة بالرأس، الله ثلاث دقائق أولى في أحداث اللقاء، عرضية بالرأس جوميز ترك الكرة لجوميز والثاني